لما ماتت وضحى انجن علينا من ابن عدوان، ولكن ليله من الليالي بتعلل عند شيخ من المشايخ، حلم في الليل انه بتخرف هو وضحى، ركب نص الليل ومع الفجر وصل بيته. حول عن ظهر المهر ولد في المنام اللي بتنام فيه وضحى، ما شافش حدا، صار يحوس بين هالبعارين نمر بن عدوان اللي هالعبد نايم على رشبة الذالول. لكزوا بكراب السيف، قال له علامك يا بن عدوان، قال له وضحى يا ولد وين راحت؟ والشايفه بالمنام. العبد قال اذا بدي اقول لها ماتت بده يذبحني. قال له يا ابن عدوان يطول الله عمرك، ما هي راحت تزور اهلها وان شاء الله باشر بتيجي. وضحى دشرت عقاب ابن 70 ليله. نمر قبل طلوع الشمس راح على عقاب تناول منها الحذل، بكاش سرير مثل اليوم، بكين حذول، وهالعرايس بكين فضك العصر يطلعن فيها السلاديك الحمر. تبارك الله الخلاك، لا صالون ولا غيره ولا غيرته. نمر تناول عقاب، راح يقول لعقاب ابنه ابن 70 يوم، بقول نمر قال يا عقاب باب اسباب شكواي من باب، وباب العذاب وباب فرقة وديدي، اجيت المحل يا عقاب قالوا غياب، ويا ابوي نبهت الخدم والعبيد. قال اجيت المحل يا عقاب قالوا غياب، ويا ابوي نبهت الخدم والعبيد، سايلتهم عن صاحبي وين هو غاب، قالوا لاستمح يا نمر ما هو بعيد. سايلتهم عن صاحبي وين هو غاب، قالوا لاستمح يا نمر ما هو بعيد، زاير هلو يا نمر من قبل الغياب، وبكير يلفي والمحبة تزيد. قال اللي جرالي ما حكوا فيه شياب، ولا سجل بتاريخ ثم جريدي، ويعقاب كوم ركب على كارح الناب، وهات لي خبر محبوب قلبي اكيد. ما كان بيني وبينه هرج ولا اعتاب، وحافظ لسان من الخطأ ما بعيدي، إن كان هرج العبد ما هوش كذاب، ولنط العبد يا أبوي ما ملكت يديه. العبد اللي قال له راح تزور أهلها، بقول لابنه كان كذاب، كان سادك بعطيه اللي بده اياه.
قال وإن كان هرج العبد يا كاب كذاب، ويمك على رجله سك الحديد وارمي العبد يعقب في جانب طناب، وقطع العبد في ماضيات الحديد، لولا الحياء لا سوح ورافك غراب، واجوح جوح الذيب وعظ بيديها. لو من حلب للشام لبلاد سنجاب، بغداد مع الحله لارض الصعيد، والعصر يقولوا يا نمر خز واختار، وما اخترت الا نور عيني اكيد، من لامني بلا بسمر قطناب، ومن جنة الفردوس ما يستفيد.